قدر بثمانية مليارات ليرة، أما المردود الشهري لكلام فيتراوح بين 6 إلى 7 مليارات ليرة في الحالات العادية. اليوم مع انقطاع هذه البطاقات لا تقل الخسائر شهرياً عن 5 ملايين دولار. وزارة الاتصالات وضعت الكرة في ملعب أوجيرو. ديوان المحاسبة صدق على إجراء بيننا وبين هالهيئة، بتقول إنه نحن لازم ندفع لهم على الكلفة الفعلية. الكلفة الفعلية ما فيها تكون كلفة فعلية إلا بموجب عقد ممضي أو بموجب فاتورة، وأنا بعت لهم رسالة متعهد ادفع لهم فورا من بعد استلام أحد هالمستندين. فمن جهتنا نحن عاملين أكثر من اللازم. هلا أكيد في ناس بدها إنه هذه الحكومة تفشل. وزير الاتصالات يؤكد أن هذه العقبات لن تقف في وجهه، كاشفا عن حل سيطلع عليه الرأي العام في مهلة أقصاها شهر. في هذه المنطقة الشعبية تنتشر علب الهواتف العمومية، لكن اليوم هجرها روادها بسبب انقطاع بطاقات الاتصال التي يعتمد عليها غالبا ذوو الدخل المحدود.